أقام مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز أبحاث التوحد فعالياته بمناسبة اليوم العالمي للتوحد، والذي اشتملت على معرض تعريفي بالمرض وإقامة تجربة تنقل معاناة المصابين بالتوحد واطلاع الناس على كل ما هو مهم لمعرفة مسببات التوحد وطرق التعامل والتعرف على المرض. طبعاً اليوم العالمي للتوعية بالاضطرابات في التوحد. الفكرة الأساسية إنه حبينا ننشر إيش يعني اضطرابات في التوحد، كيف الأطفال اللي مصابين بهذا الاضطراب كيف هم بيشعروا بهذا الاضطراب، ليش عندهم صعوبة في تأدية بعض المهارات. فكانت الفكرة إنه نساوي ركن اللي هو فيه الأوتزم أو أشعر بالتوحد. الهدف الأساسي منه تعليمي ترفيهي، تعليمي إنه نخبر الناس كيف الطفل التوحدي بيشعر خلال أدائه لبعض المهارات، ترفيهي إنه ندخل في بعض المهارات الحياة اليومية مثل التلوين، مثل قص الأوراق، مثل لضم الخرز، اللي هي المهارات الأساسية اللي ممكن نسويها بحياتنا اليومية. خلال هذا الركن بنحاول نشرح للأشخاص اللي جربوا أداء هاي المهارات خلال هذا العوائق الحسية ليش هم شعروا هذا الشعور، كيف الطفل التوحدي بيشعر، وأنا شو لازم أعمل معه، كيف أتفاعل معه، كيف أساعده في تأدية هذه المهارات. قمنا بإجراء هذه الفعالية للتوعية بهذا المرض وتسليط الضوء على حجم المشكلة والمعاناة التي يواجهها الطفل والأهالي. الحقيقة المشكلة في تزايد، آخر إحصائية كانت تشير إلى ازدياد بمعدل طفل لكل 88 طفل، وهناك إحصائية أخرى بمعدل طفل لكل 50 طفل، وهذه حقيقة تعتبر نسبة كبيرة. عندنا في السعودية التوقعات تشير إلى ما يقارب 200 ألف طفل، وبالتالي هم يحتاجون إلى يعني خدمات تناسبهم، خدمات كثيرة سواء صحية تعليمية وكذلك اجتماعية. الأسرة حقيقة تواجه معاناة بدءا من التعرف على المرض ووجود مراكز متخصصة في التشخيص والتقييم، وأيضا كذلك في العلاج. نعاني من نقص شديد في المراكز التي تستقبلهم، مراكز متخصصة بالتوحد، وكذلك من قلة عدد المختصين، وكذلك التكاليف العالية التي يعني تتحملها الأسر في أثناء العلاج.